شكراً للمتابعة. اللي شفتوه هو فيلم مناضلات أصوات من الجزيرة العربية، اللي هو أصوات لحقوقيات صحفيات نساء ناشطات بالمجال العام من أكثر من دولة خليجية ودولة مجاورة: اليمن، الكويت، السعودية، البحرين، عمان. اللي شفتوه يعني، وكانت أيضاً الزميلة صفاء الأحمد اللي هي عملت النريشن أو الربط بين القصص الخمسة اللي شفناها. صفاء، برجع برحب فيك. أنت صحفية، أنت صانعة أفلام، أنت نشيطة بالمجال أيضا الحقوقي من خلال عملك الصحافي ومن خلال توثيق الأفلام، وأنت سعودية ولكن اليوم منك شكرا السعودية. شكرا مضتي ناشطة. لا بعرف. أنت شفنا نماذج من النساء، بعضهم ما زال بالداخل والبعض الآخر أجبر على أنه يترك البلد ويكمل نشاطه. أنت من الفئة اللي اضطرت بسبب عملها الصحفي الجريء أنها تترك السعودية لأنك لحقتي بالسعودية. هيك الضياع أو الانقسام ما بين الرغبة بالبقاء والشغل من الداخل وانعدام إذا بدك المساحات والاضطرار للخروج خارج البلد، هالشي تكرر مع كتير نشيطات صحفيات، صحفيين وناس عاديين. وانت هاي واحدة من النقاط اللي بتركز عليها، انه في اشخاص عاديين ما عملوا نضال سياسي ولكن حتى بمجال حياتهم الشخصية اضطروا يتركوا البلد. انت قديش يعني من 2014 تركت السعودية صح؟ كيف قدرتي تبلوري وانت عبارة انه عم تنقلي من بلد لبلد؟ يعني بلش قبل ما انقل على الفيلم وعلى اللي حكيناه هون، خبريني عنك والحاجة لانك تشتغلي ولو من خارج السعودية. كان خيار صعب يمكن بالنسبة لك؟ ما اعتقد انه كان خيار، يعني ممكن ارجع السعوديه، اعتقد انه يرحبوا فيني في المطار سوي لي حفله يعني، بس السؤال هل اقدر اطلع؟ يعني صراحه احس بغيره من النساء اللي ما زالوا يقدروا يشتغلوا داخل البلد ويعيشوا داخل البلد. يعني حتى انتم هنا يعني انه النضال دمن يعني له مصداقيه اكثر لما انت جزء من مجتمع يتغير معاكي، انت تتغير معاه. لما تكوني مجبورة تعيشي في الغربة يصير في تحجر شوي في مفهومك للمجتمع، في معلوماتك، مهما كان انه انا متواصلة مع الناس ويعني اتابع المعلومات، لكن في النهاية ما زال صعب انه الواحد يشتغل من برا. يعني انه ونفسيا الواحد ما يقدر يستعد نفسيا لمعنى الغربة. في فكرة أساسية تكررت بين الشهادات الخمسة اللي سمعناها، وهي أنه الصورة ليست كما تبدو في الإعلام وتحديداً الإعلام الغربي، وأنه التحسينات اللي عم بالتعاون مع حكوماتنا يعني. بالضبط، أنه عم نشوف تحسينات، أنه بالسعودية صارت المرة تسوق، عم نشوف سلسلة من القرارات، عم نشوف حفلات وانترتينمنت، ولكن الحقوق السياسية مغيبة. الناشطات اللي طلعوا من الحبس بيناتهم لجين هن ضمن الإقامة الجبرية. الأمر نفسه بيتكرر بأكثر من دولة خليجية. بالإمارات عنا نساء وزيرات ولكن ما عندهم سلطة أو حقوق سياسية أو حتى حقوق مساوية بقوانين الأحوال الشخصية وبغيرها. بالكويت عنا تجربة البدون اللي حكيت عنها خديجة بطريقة كتير معبرة عن تجربتها. اليمن الحرب زادت التعقيدات فوق التعقيدات. عمان نفس الشيء. الفكرة اللي بدي أوصلها قديش في مسؤولية على الحكومات الغربية والإعلام الغربي تحديداً بعدم تصوير أنه ما يحصل هو إنجازات كبرى، تغفل أنه هاي أمور شكلية وهي كتير. أنا أقلب لك إياها، ليش مسؤولية حكوماتنا؟ لا مش أوكي، أنه هم اللي قاعد يروجوا هذا الشيء في الخارج. يعني ما أنا أتذكر لما توفى الملك عبد الله وجاء الملك سلمان وصار في زي ما كان يدعو جيل جديد من الأمراء السعوديين، وهذا إيش معناته للدولة وما أدري إيش، كان هذا ترويج من الحكومة السعودية نفسها أنه ترى إحنا عائلة منفتحة لكن الشعب هو المتخلف اللي إحنا لازم ندفه إلى الأمام ويصير متقدم. وهذا النارتيف، هذا النوع من الحديث عن الشعب السعودي أو الشعوب بشكل عام في المنطقة، إن هم المتخلفين وحكوماتنا هي المتنورة وهي اللي ملاقي صعوبة إن هي يعني تدف المجتمع إلى الأمام. هذا شيء مناسب لحكومات الأجنبية، واحد على أساس إن هي كيف تتعامل مع هذه الحكومات اللي غير ديمقراطية. بس أيضا في هالعنصرية، هالنظرة الدونية للأجنبي
لينا احنا في المنطقه، فمناسب لهم هذا الحديث. يعني اثنينهم حكوماتنا مناسب لها انه احنا ناس متخلفين ولازم انه هذا النوع من النظام الصارم علينا، لانه احنا زي الاطفال اللي لازم نمسك، انه مش جاهزين للديمقراطيه. جاهزين للديمقراطيه ما شاء الله، هم اللي جاهزين واحنا اللي مش جاهزين. بمعنى انه الاختلاف انه لما النساء صاروا يسوقوا ما قامت الدنيا وقعدت علينا، صح؟ ما صارت يوم القيامه لما النساء سابوا، وهذا معناته ان المجتمع كان جاهز لهذا الشيء قبل الحكومه بسنين. يعني انه ما كان فوضى، انا ما الى الان تاريخيا ما نفهمه مين اخترع هذا الشيء انه احنا مش مفروض كان نسوق. يعني احنا الدوله الوحيده في العالم اللي مش مسموح ان احنا نسوق. بس هذا النوع من الحديث عن الشعب. يعني كنا نتكلم قبل شوي على مقاله الاتلانتيك اللي طلعت على الأمير محمد بن سلمان. بس للتوضيح، من كم يوم طلع مقال موسع، مقابلة طويلة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأثار الجدل. بمعزل عن الجدل السعودي، كان في مقالات طلعت بواشنطن بوست مثلا انتقدت المقال واعتبرته أنه بيجمل صورة الاستبداديين والديكتاتوريين وأغفلت حقيقة النشاط الحقوقي الموجود. بس أنا شفت جزء من سياق طبيعي لكل هذا الصحفيين اللي سبحان الله مره صحفيين ممتازين برا السعوديه، بس يجوا السعوديه ما ادري ايش يصير فيهم. طيب يعني من ناحيه انه ما ادري لازم لا يقعد في الهوتيل في اللوبي يستنى احد سعودي يجي يتكلم معاه بالانجليزي، ويقعد في ستاربكس ويجي له واحد يقول والله انا كنت استخدم مخدرات في الجامعه في امريكا وما ادري ايش صار فيني والحين رجعت والحين متحس. يعني ايش هالتفاهه؟ يعني انه جاي انت 3 سنين تكتب مقالة واحدة وهذا اللي طلعت فيه؟ يعني أنه في استسخاف للشعب السعودي بشكل مش طبيعي. يعني أنه كان في نقد يعني من أشكال مختلفة، بس أنا النقد حقي يعني يا أخي روح تعب نفسك قل لي شيء جديد عن السعودية. قعدت 3 سنين تدخل تطعم السعودية وعندك هالإكسكلوسيف أكسس لأمير محمد سلمان، وهذا المقالة اللي طلعت فيها، هذا مستوى الصحفي اللي طلعت فيه في الأتلانتيك اللي صجينا فيه. يعني بالنسبة لي أنت ما جبت شيء جديد من كل الناس الأجانب لما يدخلوا السعودية يكتبوا نفس الشيء، وبعدين يطلعوا بكتاب أنه في التقيت بصحفية في ألمانيا من الصحفيات الرائعات في ألمانيا، او بدون يعني ما ادري مين فكر فيها، عنوان الكتاب بالالماني كان اسبوعين في الرياض. تخيلي تروح الرياض اسبوعين تكتب كتاب، وش هالوقاحه؟ يعني بس انه هي ما هي شايفه انه في مشكله انه راحت السعوديه اسبوعين وسوت سمت اسم الكتاب اسبوعين في الرياض. يعني لو اي دوله ثانيه كما يعني كانت استحت، يعني كان على الاقل خبت ان هي راحت اسبوعين، يعني كان كذبت وقالت شهر ما ادري. يعني فيعني هذا جزء من الاستسخاف. يعني انا اعطيكم السعوديه كمثال لانه انا اللي حق اتكلم عليها اكثر، انه استسخاف يعني ما يعني بس هذا مطرح مشكلة. يعني إيه ما طرحوا ولا مشكلة، ما جاب ولا شيء جديد. لا لا مش عنهم، عم بحكي مشكلة أنه مثلاً نحن لنقابل مجموعة من النساء اضطرينا ندور على نساء بالخارج، لأنه اللي بالداخل ممكن تعرضيهم لمشاكل. إمكانية الوصول لأشخاص، يعني أنت كصحفية آمن لإلهم ولإلك. إيه؟ يعني بالنهاية أنت ما بدك تعرضي الناس للخطر، وفي منهم حتى لما بيتركوا بلادهم ما بيقدروا يحكوا خوفاً على أهليهم. إيه؟ يعني في معضلة حقيقية بأنك تقدر توصلي أصوات وتحكي مع ناس بدون ما تعرضيهم وتعرضي محيطهم لمشاكل، ونحن شايفين أنه في ناس تحت الإقامة الجبرية. إيه؟ بالتالي في كم من التعقيدات اللي يمكن هي صعبة أصلاً على صحفيين عرب وصحفيين المحليين. إيه؟ الصحفيين الغربيين 3 سنين يعني أن كان يعني انتوا قدرتوا توصلوا للنساء، هو كان ممكن يقدر يوصل لناس. يعني لا انا مش عم برر، بس عم بقول قديش في تعقيد انك تعكسي واقع هالقد مش سهل انك توصل له، صح؟ ويعني وهذا المهمه انت كصحفي، هذا مهمتك انه تلاقي طريقه مختلفه لفهم الوضع. هو ما تعب نفسه ابدا، يعني ولا واحد من هذول تعبوا نفسهم. يعني هذا يعني اعتقد ان هي جزء من النظره الدونيه للمنطقه، انه ما يستاهلوا اكثر من كذا. قعدت في هوتيل وكلمت الامير ساعتين وهذه مقاله ب 12000 كلمه. يعني اذا بدي خصص كونك عم تحكي عن موضوع السعودي تحديدا، قبل ما ننقل على نماذج تانية بالسعوديه اليوم، في انبهار بحجم التغيير اللي عم بيصير، بحجم الانفتاح، بالحفلات اللي عم بتصير، تحويل الرياض لمدينة للانترتينمنت، وهالشيء عم بيلاقي صدى عند كتير شرائح من الشباب والصبايا السعوديين اللي بدهم يعيشوا، وهيدا حقهم طبعا، بس عم بيغيب
يعني جهود ونشاطات الناشطين والناشطات والحقوقيين والسياسيين والمعارضين اللي بعدهم بالحبس، أو الآخرين اللي عم بيقولوا أنه في حقوق سياسية ممنوعة وكأنه مقابل الانفتاح الاجتماعي تمنع الحقوق السياسية. الترفيه مش ديمقراطية، يعني أنه لا 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 لا, لا نفكر أنه واحد يؤدي إلى الثاني. وبعدين في مسألة اقتصادية في البلد، أنه هذول الحفلات كل هالأشياء، مين اللي يقدر يدفع على أساس أنه يحضر واحدة من هذه الحفلات مثلا؟ مين يقدر يدفع على أساس يروح يشوف فيلم في السينما؟ في مشكلة طبقية، في مشكلة بطالة في السعودية، ففي في غير مساواة ما بين اوكي هذا الانفتاح اللي كان مفروض يصير بسنين، يعني مش يعني هذا شيء بديهي اللي قاعد يصير في السعودية الآن، يعني هذا مش مفروض يكون منا من الحكومة تمن علينا انه والله صار عندكم سينما. اوف يعني الناس من زمان عندهم سينما، يعني ليش انه هذا مفروض يكون شيء مش طبيعي يصير في السعودية؟ المسألة هي تزامن هذا الشيء مع قدرة المجتمع ان هي تكون جزء لا يتجزأ من القرار، من صنع القرار في السعودية. يعني مثلا لما صاروا النساء يقدروا انه يرشحوا نفسهم وينتخبوا في الانتخابات البلدية، طيب في النهاية انتخابات البلدية لا تقدم ولا تأخر، لانه في النهاية الحكومة نفسها هي اللي تقرر الميزانية، هي اللي تقرر الأشياء، هي عندها أرقام محددة موازية للأرقام اللي تنتخب. فيعني في النهاية انه هذه كلها شكليات اوكي زين، اوكي بدانا فيها هذه الشكليات، لكن لمتى احنا نقعد في الشكليات وما يكون في اي تمكين حقيقي للمجتمع، مش بس تمكين المراه ان هي ساقت. يعني انا ما اتخيل لو انا الحين قاعده في السعوديه واقدر اسوق يغير حياتي تماما. يعني هذه من الاشياء اللي ما نستخف فيها كتغير جذري في قدره الشخص النويد. لكن احنا سوينا مثلا سالنا اعتقد كذا تقريبا 300 وحده في السعوديه كيف اثر تغيير القانون على السواقه في السعوديه. كثير منكم قال ما تاثر في شيء، اولا ما اقرب مدرسه سواقه تبعد ساعتين واهلي رافضين ان انا اتعلم سواقه واسوق، فانا ماني قادره، المبلغ الدراسه حق السواقه غالي جدا، ما عندي الفلوس. يعني كله يعني انه كميه الناس النساء اللي قالوا لي انه حياتهم ما تغيرت بسبب هذا الشيء، له علاقة مباشرة في وضعها العائلي ووضعها الطبقي. طيب يعني في النهاية نرجع للبرجوازية اللي ذكرتها خديجة وذكرتها لينا أكثر من حدا، صح؟ يعني أنه في منفعة واضحة لطبقة معينة، طيب اللي اصلا اهاليهم موافقين على هذه الأشياء، لكن الطبقة اللي من جي كانت تحتاج هذا الدعم وهذه الحماية مش موجودة. يعني ما أقول إنه هو يقدر يقول كن فيكون، لأنه في منظومة معقدة جدا. يعني حتى لو محمد بن سلمان أحسن إنسان في العالم ويعني نيته، نقول إن نيته كويسة، طيب إنه في سيستم معقد، منظومة معقدة في السعودية لازم تتغير. طيب لكن إذا الهدف هو فقط سطحي، الأساس إنه الأجانب يشوفوا والله شوفوا إحنا كيف متحسنين، وهو في النهاية مش تغير جذري جاي على أساس إنه في جميع طبقات المجتمع، إذا ما راح يتغير شيء. يعني مثلاً قبل كم يوم كنا نتكلم عن إنه الآن صار راح يكون في قانون الأحوال الشخصية. السؤال إحنا ما نعرف إيش راح يكون هذا قانون الأحوال الشخصية. أوكي بسم الله هذا بداية كويسة، بس في النهاية دائماً إحنا ما نثق إنه الحكومة راح تحمينا وراح تعطينا حقوقنا كاملة. لأنه واحدة من الأشياء مثلاً، واحدة من القوانين اللي طلعت قبل كم سنة، أنه ما رح يكون في قصاص للأطفال، طيب لأنه في كثير مساجين سجنوا هم أقل من 18 سنة ويصير عندهم قرار إعدام، قالت الحكومة أنه هذا رح يبطلوه، لكن في النهاية طلع أنه ما بطلوا هذا الشيء وما زال في إعدام للقصار. طيب يا أخي يعني أنه نبغى نصدقكم، يعني نبغى نقول أنه في تحسن حقيقي في البلد، لكن مصرين انه يسووا هذه الاشياء. يعني ما في كلمه بالعربي لا gas lighting، بس انه يقولوا شيء ويسووا شيء ثاني ويقولوا لا احنا خلاص تغيرنا، بس هو فعليا على الارض نشوف انه الوضع مختلف. بدي اكمل بقصه قوانين الاحوال الشخصيه، بس قبل هل في اي يلا حاعطيك سؤال، بس في شيء اونلاين اوكي اذا في عندنا مداخله اونلاين عبال ما ناخذ سؤال خليني زيها تتكلم. ايه انا اتكلم تواجد. أنا مش سؤال في سؤال فيها، بس إنه بدي نوه لشيء يعني الحركة النسائية بالمملكة العربية السعودية بحني لها أنا
عندي صديقات كتير ولا يزالوا ساكنين هونيكي ونضال ما بقدر أقول لك يعني بحياتهم أو بمسارهم العملي والعلمي وكل ما فينا إلا أسماء معروفة وناجحة ومنشوفها يعني بمؤتمرات. وبحب أذكر اليوم طلع موسوعة أخذت جائزة عليه الدكتورة أسماء عوض الأحمدي عن إشكاليات الذات الساردة في الرواية العربية النسائية العربية السعودية من 1999 ل 2012. أخذت 12، بتعرفي أنت كل سنة في 25 روائية عم بيصدروا روايات، معناته في سرديات تحكى بالمملكة العربية السعودية. وأخذت جائزة وأنا عملت له مراجعة على مجلة تصدر لأول مرة بالإمارات عن لايدن بريل. فأنا هيدي الكتاب في جرأة يعني ما بقدر أقلك بين الموضوع والذاتية، يعني كتير شغل حلو كتير إنه عم بحكي بنفس الوقت إنه في شيء عم بيتغير. هي بتعلم وموجودة جوا جامعية وأستاذة جامعة وكتبت بهالجرأة هاي بهيدي المراجعة على الروايات السعودية. بس أنا بحب أقول شغلي إنه حتى نكون نحن شوي سلف كريتيكال كمان في شيء في النساء السعوديات النساء الأعمال السعوديات اللي هن بيدهشوكي من عقود عندهم بوزارة العمل مركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال، كان عندهم فندق بالرياض بينزلوا فيه لأنه هن سيدات أعمال، بيتاجروا بالبرايفت بانكينج، عندهم برايفت وومن بانكينج من 1980 20 40 سنة. انه عم بحكي انا خلينا نكون سيلف كريتيكال شوي انه كان ماسكين النساء السعوديه كان منهم ماسكين باور، كان عندهم مال. لحظه، باور اند ماني ار نوت ذا سيم ثينج. نو نو نو، لا لما انت مش بس عندنا يعني اميرات واجد واغنياء، لا انه لا انه قصدي كان عندهم السلطه انه هن هذا مش سلطه الواحد تكون لنا كمان المال سلطه بعد. كمان المال سلطه، لا نخلط ما بين الشيئين. يعني انا بس هيدا السؤال كنت بحب اسالك فيه انه هني لازم يكون شوي كمان نحن سيلف كريتيكال. بس مبروك بس اسقاط الولايه منا شيء هي يعني كمان هيدي انا ما اصدق. انا إيه إيه انا قلت يعني رح انه ما اصدق بس لانه نزيها معنا على الاونلاين لحتى في عنا مشاركه شيء اونلاين. يلا قبل ما اشوف السؤال بدي اجي على قوانين الاحوال الشخصيه إيه؟ لانه هاي نقطه بتتقاطع فيها كل التجارب بكل دول الخليج مع التميزات. قوانين الاحوال الشخصيه هي الجذر الاساسي اذا بدنا نحكي عن وضع يعني تحسن بوضع المراه بالمنطقه العربيه وانها تكون مواطن مساوي بالزواج بالطلاق بالارث بانها تملك قرارها. بتعرفي هاي القوانين قائمه على فكره انه في ولي امر وهي ما بتملك قرارها. هالشيء موجود بالسعوديه رغم كل التحسينات اللي صارت، لا تزال النساء هن مضطرين انه يكون في عندهم شخص مسؤول عنهم بكل الامور. وانت بتعرفي بالسعوديه في كثير فتيات ونساء تركوا السعوديه كرمال هالموضوع. شفنا حبيبه ما بتملك قرار الجنسيه، خديجه على موضوع البدون، وباليمن عندنا زواج القاصرات وعندنا مشاكل كثير. قديش برايك التحسينات اللي صارت بقوانين الاحوال الشخصيه مفيده؟ طبعا مفيد بعض منها، ولكن ما زال هيدا برايي انا هو العنصر الاساسي اذا بدنا نحكي انه في تحسين على بقضايا النساء. في رايي في السياق السعودي بدري لانه okay. الى الان لم يفعل وما ندري ايش القوانين اللي راح تنكتب. okay. فمن هذه الناحيه ما اقدر اقول شيء، يعني لازم نستنى نشوف فعليا. ما انا اقول لك المشكله انه عندنا تجربه انه حتى لما يغيروا القوانين لا تفعل على الارض. يعني مثلا القاضي، يعني واحده من الاشياء اللي السنه الماضيه قاعد يقولوها انه اسقط قانون التغيب، هو فعليا قاضي واحد اسقطها في قضيه واحده. طيب هذا لا يعني ان كل القضاة الثانيين راح يسووا بنفس الشيء، لانه هو مش قانون انه اسقطوا التغيب بالذات. فهذه المشكله في السعوديه لما يكون في ممكن الشيء ضده في نفس الوقت. يعني يعتمد على القضيه، يعتمد على حظك. يعني مثلا واحده من صاحباتي 7 سنين تحاول ان هي تاخذ طلاق من زوجها في محكمه جعفريه، بعد 7 سنين فقدت الامل، راحت لمحكمه سنيه اخذت طلاق. طب يعني انه في النهايه احنا في نفس الدوله، يعني يعني ممكن اي احد يجي ويجيب مثال يقول والله انا اخذت حقي في المحكمه، جميل، I'm very happy for you. بس هذا لا يعني انه هذا بشكل عام اللي الوضع اللي قاعد يصير حتى لو تغير القانون، لانه ممكن القاضي الى الان لانه ما زال هذه العلاقه الشائكه ما بين القاضي والمحكمه والقانون.
ولهذا السبب لازم نحن نستمع السلطة يعني انه يعني مثلا نوجين راحت لمحكمة الإرهاب وش يعني الاختصاص يعني سوي يعني حتى مش اعتبرتها جريمة عادية اعتبرتها إرهاب وهذا طبعا هذا سياق ثاني مختلف ما له اي دخل في اي من المحاكم الثانية فيعني هذا جزء من المشكلة. بتسألك أمال كركي شو هي العوائق اللي بتحول دون تحقيق التنسيق الكافي بين النساء أنفسهم كأفراد وجمعيات داخل الوطن؟ بعتقد ذكرتي بعض منها بس إذا ممكن شوفي يعني كل دولة لها يعني بعتقد خديجة عن الحالة يعني خديجة قالت نفس الشيء إنه أمنيا أفضل إنه هم كأفراد إنهم يشتغلوا لأنه الوضع خطير إنهم يشتغلوا بشكل جماعي. في السعودية نفس الشيء شفنا اللي صار في كل النساء سمر نسيمة لوجين دكتورة عائشة يعني كل هذول الناس اللي حاولوا يسووا حاجة يعني هذا ولا حتى إسقاط نظام هذا قاعد يقولوا نبغى حقوقنا الأساسية كنساء في البلد. خطأ لوجين خطفت من الشارع في دبي وسفروها للرياض وحطوها في السجن وعذبوها وكانت راح تموت يعني إنه هذا أصلاً مش ردة فعل عقلانية اللي تناسب العمل والمطالب. اي يعني هنا المشكله الواحد الحين بطل الحين النساء في السعوديه يخافوا يقولوا بعض اسمائهم يعني حتى لينا لما تقول انا ما اعرف اسمائهم انا كمان ما اعرف اسمائهم داخل البلد ما يعرفوا اسماء بعض. هل قد الخوف موجود في عم شوف على الرسائل في معنى في نزيهة وحبيبه كمان بعتت لي انه هي موجوده على الزوم اذا ففينا نبلش مع نزيهة. معنا نزيهة مرحبا بس صوت عم تسمعي فيني اسمعها حبا اهلا يا هلا نزيهة كيفك الحمد لله نزيهة يعني انت قلتي فكر يعني تجربتك ووجهة نظرك بالفيلم ولكن اليوم كمان مثل اللي عم نحكي فيه ايضا محاولات لتهميش اصوات المستقلة اللي عم تطلع والاصوات الناقدة ومنحس انه ما عم بيكون في مساحات كافيه. قديه برايك اصوات مثل اصواتكم انت والسيدات اللي كانوا معك بالفيلم قادره تعمل فرق؟ انا اعتقد انه اصواتنا يعني احنا كل واحدة منا ما طلعت تكلمت الا هي تعرف ان صوتها يعمل فرق. لانه شفنا ايضا انه السكوت ما بيودينا مكان او حتى الدبلوماسية أو خلينا ننتظر المجالس المشكلة واللجان المشكلة من الدولة هي اللي تحل هذه المشكلات أو يعني شفنا أنه هذا ما يأخذنا إلى مكان لأنه بعدين يصير في مثل الاحتفال اللي تكلمت عنه صفاء بأنه يلا نحتفل بأنهم عطونا ندفع من حقوقنا ويلا نبجل الأشخاص اللي هم يعني سمها ويرتبط هذا الحق فيهم اللي هو يعني مش أنت اللي تعطيني حقي أنا خلقت على هذه الأرض أصلاً هذا حقي فأنت لما تأخذه أنت يعني أنت نقول مستغل أو أنت شخص تمارس عنف ضدي وبعدين لما تعطيني إياه تحب إنه أنا أحتفل فيه إنه يعني هذا هو هذه الجزئية اللي نفس تكلمت عنها صفاء اللي أنا شكرا بابا سلمان ليش لازم نحتفل بشيء صغير يعني فتات يعني نعطى فتات من حقوقنا. أرجع أيضا إلى نقطة أنت قلتيها ديانا اللي هي نبدأ بالقوانين يعني عشان ما نروح بعد يعني فرذر ونتكلم عن تغيير مجتمعي نتكلم عن حراك مثلا تقبل مجتمعي إلى أدوارنا كنساء إلى تعامله معنا كأشخاص كاملين عاقلين يعني مسؤولين نقدر نحن نكون في مكاننا. القوانين هي لا تفرق بيننا يعني إحنا خلنا نبدأ من هناك بأن القانون لا يفرق بيني وبين أي شخص ثاني موجود في داخل الدولة. عم نحكي على قوانين الأحوال الشخصية مش هيك؟ نعم. قوانين الأحوال الشخصية تحديداً عم نحكي عنها مش هيك؟ تحديداً بمروراً بقانون الجنسية، مروراً بقانون الإسكان، أنا أتكلم عن البحرين طبعاً، والدول الأخرى أو الفيلم أو المشاركات في الفيلم لا تختلف يعني السياقات اللي المشاركين فيها كثيراً عن البحرين مع اختلافات بسيطة هنا وهنا في النصوص القانونية أو في يعني تبويب القوانين خلينا نقول انه
يعني انا اشوف التمييز في البحرين تحت قانون العقوبات، تحت قانون الاحوال الشخصيه، تحت قانون الاسكان، وايضا تحت قانون الجنسيه. قد يكون في الدول الاخرى ينحصر كله في تحت قانون الاحوال الشخصيه. اذا ما بنختلف على تبويب هذه القوانين، ولكن كله يندرج تحت انه انا ينظر الي كشخص غير كفر باني اطلع بطاقه سكانيه لابني، باني اطلع جواز لابني. يعني هذه بس هذا بروسيجر، هذه عمليه. يعني انا اذهب بكل المستندات اللي استطيع فيها استخراج مستند او وثيقه لطفل، وانا هذا الطفل مسؤوله عنه بشكل كامل، بل وكان كنت احمله داخل بطني. انا مش مسموح لي انه انا استخرج هذه الوثيقه، بل شخص ذكر هو اللي لازم يجي يستخرجها، حتى لو هو كان جدا اللي يشوفه مره في السنه أو ما يشوفها كمان. شكراً عزيزتي نزيها، شكراً لإلك. حبيبة معنا؟ حبيبة مرحبا. مرحبا، كيفك؟ شكراً، أنا سعيدة أنك أنت معنا كمان حبيبة. هلا حبيبة، تسمعنا؟ عم تسمعينا حبيبة؟ نعم أنا أسمعكم، تسمعوني؟ إيه إيه. الحقيقة كان في تفاعل كمان مع تجربتك، يعني أنت عندك تجربة غنية ما بين كونك رياضية وشو تعرضتي لتمييز، ابنك، النساء اللي عم تشتغلي معهم. قديش شخص مثلك اضطر يترك عمان، وحكيتي أنه ما بتقدري ترجعي على عمان، قديه العمل من خارج البلد أوقات كتير هيك بحط الشخص يعني بين بصراع، هل يعود ويتعرض لمضايقات ولكن بيبقى داخل البلد ولكن بكفي النضال، رغم أنك أجبتي عن هذا الموضوع، بس هل بتحسي بتردد أوقات أو بندم على هيك قرار؟ بصراحة تعرفي القانون العماني لما ابن العمانية متزوجة من خارج لما تبلغ 18 سنة لازم يغادر البلد أو أستخرج له عقد عمل أو شركة رسمية، أشغله عندي كسائق أو كطباخ عشان فقط يحصل على إقامة. وأيضا هناك يعني رسوم أو تسمى تبعات مالية كبيرة. أنا طبعا أرفض أعمل هذا الشيء لأنه من حقي، لأنه من حق ابن الإقامة والعمل حقه حق الرجل، مثل الرجل المتزوج من غير عمانية. سؤالك يعني أنا لما حملت شنطتي لما ابني كان 18 سنة، أنا كنت قلت هذه السنة كلها كنت في محاكمة يعني بسبب منشور فيسبوكي، غير التحقيقات المستمرة والمتابعة الأمنية. كانت الفكرة إنه أجيب ابني لهنا تأشيرة سياحية بس عشان يستقر وأرجع. بس لما وصلت هنا شفت المعاناة، يعني لا أنا أتكلم اللغة الألمانية ولا هو، ولا إحنا عارفين، وإحنا شعب مش مهاجر أصلاً، ولا أعرف إيش حيسوي، هو تايه وأنا تايه، وأرجع هنا ليش؟ ولو مثلاً تعرضت للمحاكمة مرة ثانية وإبني بعيد عني، يعني كل هذه الأمور. وأيضا شعب براحة نفسية لأني بعيدة عن الخطر. يعني طبعاً كان عندي أجروفوبيا، يعني لازلت أتعالج منه، يعني أراجع ثيرابي، يعني هذا أمر ما تكلمت عنه بسبب العقل، يعني التحديدات اللي تعرضت له بالأخوة، مش صغيرة يعني عمرها 50، مش شابة 20. فيعني شعرت إنه ما أقدر أرجع عمان، يعني تركت بيتي كما هو مثل ما هو بكل بدون، ما كان في خطة لعدم العودة. لكن لما وصلت هنا قلت ليش ارمي ابني اللي تعبت اربيه 18 سنه وعلمه في احسن المدارس واصرف عليه كل جهدي وبعدين اجي ارميه هنا ما يعرف ايش يسوي؟ طبعا تعرف 2016 كان في ازمه حرب سوريا ولا اخره، ف ايش الداعي؟ ايش انا جالسه يعني اشتغل واربي واعمل ابني؟ ابني ما له حق الان يزور عمان بتاشيره سياحيه، ولازم حد يطلع له تاشيره داخل البلد، هو مولود هنا وعايش كل عمره، ما عنده أهل إلا في عمان. وإحنا نتكلم الآن يعني في واشنطن في أمريكا هناك ملتقى، الملتقى الصحفي العماني الأمريكي، مع مشاركة أكثر من 18 صحفي وإعلامي حكومي مشترك لتلميع يعني صورة عمان، وهذا تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.
بينما لم الحكومة لم تمنح المرأة أي حقوق، لم تعدل أي قوانين. يعني المرأة في عمان عشان تفتح حساب لابنها، ابنها مش متزوجة وخارج من العائلة العادية، لازم موافقة الزوج. عشان مثلا تروح تسمي طفلها جنينها لازم موافقة الزوج، وممكن الزوج يتصرف بهذه الأموال بدون موافقة الزوجة. يعني basic rights ما عندها. وبعدين نروح واشنطن احنا نحتفي بهذه الليلة الكبيرة اللي طبعا صفاء كتبت عنها، وشكرا. يعني ما اعرف اذا كنت جبت على سؤالك، بس يعني اوجاعنا مشتركة وواحدة يعني كلنا. واللي قالته حبيبة مهم من ناحية بعد انه شدة القمع المتزامن في الخليج وحرب اليمن خلانا نطلع. طبعا اليمنيين تاريخيا مختلف، لكن احنا الخليجيين لما طلعنا ما طلعنا وكان في مجتمعات اوريدي تاريخيا كانت موجوده في بلدان ثانيه، فما كان في ناس يتلقونا يساعدوا، وصار في كل واحد فينا يطلع وزي حبيبه لوحده، يعني لا نفسيه عدله ولا يعرف اللغه ولا يعرف كيف يتصرف مع السيستمز، ولا يعني اللي موجود في نيوزيلند واللي موجود في امريكا واللي موجود في اوروبا. يعني انه الهجرات هاي جديده، مش مثل مثلا في هجرات جدا قديمه لبنانيه عراقيه بالضبط. فما كان عندنا ناس انا اعرف واحد يشتغل في بقاله روح هناك، واحد عنده بزنس صح. واحد يعني انه تلاقي مجتمع يتصرف معك يعني يعرفك. احنا في الخليج مش متعودين على هذا الشيء تاريخيا، فلما طلعنا بصدمه، كل واحد فينا قاعد يعني لازم يكتشف من جديد السيستم. وزي ما قالت حبيبه نفسيا احنا طبعًا مش مستعدين. هذا مش جزء من مش من جزء من تاريخنا ان نحن نتهجر بهذه الطريقه. بس ايضا يعني انا اخص النساء في هذه التجربه، وانا اتكلم بس عن اللي اعرفهم من السعوديه مثلا، النساء اللي هربوا بسبب مش سياسي، يعني هو في النهايه سياسي، بس يعني اللي هربوا من اهاليهم وما في مكان، ايوه مثل رهف، وما في مكان امن داخل السعوديه، فتضطر ان هي لازم تطلع برا البلد تماما. طيب هذول لما يطلعوا المجتمع السعودي مش امن لهم، لانه الذكوريه ما زالت موجوده. مش معناته ان انت ضد حكومه سعوديه معناته ان انت منفتح ونسوي، معناته ان احتمال كبير ان انت ذكوري مثلهم بس عندك مشاكل ثانيه. فيعني انه في احساس انه هذا المجتمع مش امن بالنسبه لي كامراه، فلازم الاقي مجتمع ثانيه، لازم اعرف اتصرف مع نفسي، لازم نفسيا يعني الاقي يعني انه الإحساس بالغربة مختلف بالنسبة لنا كنساء لما نطلع، لأنه مش شرط إنه مجتمعاتنا تكون آمنة في الخارج. وكثير من يعني المشاكل تصير مشاكل ذكورية بحتة، من ناحية إنه يعني هذه طلعت عشان تصيع ولا تلبسي كذا ولا، يعني أشياء غبية. يعني إنه أنا طلعت منها عشان أفتك منكم، وبعدين أروح لمجتمعات برا، وهذول اللي هجروا من زمان أيضا تحجروا. طيب فيعني إنه خصوصا المجتمعات اليمنية مثلا في أمريكا مثلا تلاقي هذا الحديث. فوين تروح الوحدة حتى يعني اللبنانية بتلاقي أوقات كثير في مجموعات بعدها متحجرة بتفكيرها أكثر من اللي بعده الموجودين. أيوة هذا جزء طبيعي من اللي يتغرب يتحجر في المرحلة هو طلع منها خلاص ويقعد فيها. لكن إحنا كخليجيات يعني الموضوع أصعب. وبعدين مثلا حتى إحنا تكلمنا عن رهف، ردة الفعل على رهف لما طلعت صح شيء مش طبيعي، يعني كأنها ما أدري إيش صار سوت. يعني بس من ناحية إنه أنتوا يعني إثبات إنه أنتوا يا نسويات بس تبوا تطلع عشان تصيعوا. شكرا يا حبيبة على مداخلتك، وأكيد رسالتك وصلت. رح أقلك سؤال إجاكي من إيزابيلا، بتقول What is the role of ما جبينا إلى الآن؟ إذا هلأ بكرة بيجيك على تويتر. What is the role of the journalist in these precarious situations and how best can they situate themselves in the stories and context to most accurately portray their subjects? It depends. لا Who are you? يعني مسألة مين، يعني احنا نتكلم عن positionality صح، يعني مين أفضل شخص أنه يتكلم عن قضية أو عن قصة. هي المسألة مش أنه بس أنا السعودية اللي حقنا أتكلم عن السعودية أو شيء، لازم واحد يفهم وش يعني. ممكن أنا أكون برجوازية بحت ما عندي أي فكرة عن المجتمع اللي أنا راح أغطيه،
ويمكن احد من برا البلد يكون افضل في تغطيه اللي عنده هذه الحساسيه على هذه الطبقيه وهذه المساله. هي مساله انت لا انت انت اللي سالت لازم تعرفي انت ايش علاقتك مع مع القضيه اللي انت قاعد تحاول تغطيها وتكوني صريحه مع نفسك. يعني هل انت عنصريه وانت جايه من منظور عنصري تغطي الموضوع، او ما عندك معلومات كفايه عن الموضوع على اساس ما تعرفي اصلا التفاصيل اللي حوالين الموضوع اللي ممكن يخليه يعني فيلم ثاني تماما. يعني كنا الحين قاعد نتكلم عن الفيلم الوثائقي اللي مسكينه حزنت عليها اللي عملت فيلم جهاد ريهاب، وقامت الدنيا وقعدت عليها. يعني اول العنوان لحاله مشكله، يعني لما الواحد ما يعرف السياق اللي هو داخل فيه وبعدين يسوي فيلم عن الموضوع كامل وهو ما تعب نفسه وعرف يعني تفاصيل القصه وايش المحاذير اللي فيها، هنا مشكله. يعني مش معناته انه انت بس من البلد معناته انه انت لك حق او راح تسوي فيلم رائع، يعني ممكن يكون عندك مشاكل ثانيه. يعني في حدا من المشاركين معنا هون بحب تفضلي. بشكر حضورك كثير. اول شيء بشكر حضورك معنا اليوم، وانا كثير مبسوطه اول مره بشوف سيده سعوديه يعني عم تحكي عن قضايا غير اللي بنشوفها بالاعلام. انا بس بدي احكي، رح دافع شوي عن الناس اللي برا اللي مش عرب وبحاولوا يجملوا صوره المراه العربيه. نحن كثير كنا نحكي العكس، كنا يعني بس يحكوا عن العرب او عن المسلمين دغري بيحكوا عن مين، عن المراه وتخلف المراه. يمكن هو محابه بالمراه عم يحكي، او انا عم دافع عنه لانه انا بحس هيك. يعني يمكن شايف انه في كثير نساء تعلموا، صار في تعليم بالسعوديه، يمكن في نساء فاتوا على الجامعات، في نساء فاتوا على العمل، وهذا كله صحيح. بس هذا مش معناته تمثيل، بس زمان ما كان هيك بورتريت، كانت المراه هي بالخيمه وقاعده مخبيه ورا، بتمشي ورا الرجال والرجال قدامها وبتجوز اربع عليها. يعني بعتقد هن دي ار امبرست ان واي، يعني هن شوي لان الفكره اللي قبل موجوده كانت هذه عنصريه واستشراق. يعني انه انا مش لازم اتشكروا على استشراقه يعني. هلا يمكن ما بعرف، انا يمكن عم بيعطي بنفيت اوف ذا داوت، يعني بقول اوكي يمكن عم بقول لك يمكن انا عم طلع فيه انه عم يطلع بالمراه بصوره بوزيتيف، لانه كثير كتبوا نيجاتيف عن المراه كثير. يعني كل الصوره عندنا كمسلمات وكعربيات هي صوره انه نحن ما بنعمل شيء وبيتجوز علينا اربعه بيضربنا هو بس اتس جود انه نقول لا مش الكل هيك. هلا العالم تغير باخر 10 سنين، يعني صار في بس هو متغير قبل 10 سنين معلش، يعني صح مثلا قصدي صار في انفتاح اكثر انه ينشاف اشياء ما كانت تنشاف في كسل في الصحفيين الاجانب من ناحيه انه ايش اسهل صوره ممكن انا التقطها. انا فهمت عليك انت قاعد تقولي هذا الكلام، بس هذا مش معناته يعني ايش، يعني الواحد لازم يتعب كصحفي لما يروح لمكان انه اولا يلاقي صوره صحيحه. لما انت بس تقعد في الهوتيل وتدور على ناس بس هم اللي يتكلموا انجليزي، زي هذا النكته للاسف اللي يقولوا صحفيه دخلت في حرب وقالت who's been raped and speaks English، يعني انه من اغتصب ويتكلم انجليزي. يعني انه من ناحيه انه ابغى اسهل قصه تجيني، ما ابغى اتعب نفسي افهم تفاصيل وتغيرات، من واجب الصحفي انه يفهم هذه الاشياء مش يختصر الصوره كلها. متى اخر مره عشنا في خيمه؟ من زمان يا اخي، يعني انه مش صار لنا 10 سنين معليش. لا مش على خيمه، عم بحكي على فكره الصوره. لانه مخبيه قصدي خمار، يعني مش طول الخيمه بين الخيمه، بس انا وراه، يعني دايما ظلي. من زمان نحن حتى كنا نشوف الرجل السعودي بيمشي والمراه وراه. ممكن اتكلم ايضا عن نظره الليفانت للخليج، ايضا نظره دوليه. تكلمي. اي يعني انا كنت راح اقول كويس انه سوينا يعني هذا الفيلم جميل كبدايه على اساس انه في تمييع دائما للخليج والتجربة الخليجية واليمن، صح، على أساس إنه كلهم نفس الشيء وإحنا عندنا تاريخ في تميز متنوع. يعني عمان والبحرين والكويت لا يقارنوا بالسعودية. إحنا ما أصلاً ما عندنا حتى تجربة سياسية، يعني إنه البحرين من زمان مثلا جبتي وما عندهم أحزاب وعندهم يعني دستور، وعمان نفس الشيء وعندهم ثورة. يعني إنه ما يصير هذا التمييع ويصير كلنا نحط في نفس الشيء على أساس إنه كل الخليج الحريمهم عايشين في خيام وما يدرسوا. يعني هذه النظرة دونية أيضا في المنطقة العربية، وهذا ما ساعد بعد. أي بس ما
صح يعني يعني هذا هذه مشاكل بيننا هذه انه الواحد دائما يعني انت قلتي هذه اول مره تسمعي واحده سعوديه اكيد شفتي سعوديات واجد بس ممكن تنتقد المجتمع نقديه عم تحكي بي موجودين احنا والله من زمان يعني في لبنان انا مش ملتقيه في شيء اللي بعد ما حكينا عنه كفايه هو موضوع اليمن يعني رضية بتعرفيها وبنعرفها ورضية أحد الوجوه اللي عم تدفع أثمان غالية أحبها كثير وزعلت على النكتة راح أقول مسلسل ثاني ورجعي طبعاً أنت التقيتي برضية لما عملتي فيلمك عن اليمن والفيلم شفنا شوي مقطع صغير منه بس أنت أحد الأفلام يعني اللي اشتغلتيها على موضوع الحرب اليمنية موضوع الحوثيين وكان رضية ومواطنة رضية هي مؤسسة أنا عارفه رضية من قبل مواطنة بس عم بحكي للي بيشوفكم بالعمل الصحافي رضية أحد النماذج الموجودة باليمن يعني كمان من الصور الغير شائعة اليمن بلد منكوب بلد فقير ولكن ليه اللي بيعرفوا قديش فيه حضور نسوي رغم كل التمييز ورغم كل المشاكل اللي بيواجهوها أنا زرت اليمن 3 مرات وكتير عندي يعني تفاعل إيجابي مع الحضور النسوي أكثر من كتير من دول قد تكون أكثر تقدماً بالمعنى الثروات فاليمن قديش مهمش يعني كيف فيني أعش إذا مندخل اليمن مع الفيلم أو لا لأنه عنده يعني توازنات تانية ولكن اليمن بلد حتى بهالمحل مش أخذ حقه أي. صحيح للأسف يعني وبعدين هذا نتكلم عن نظرة دونية للليفانت للخليج إحنا الخليجيين عندنا نظرة دونية لليمن وهذه جزء من المشكلة في أنه ما في كان رفض كفاية لهذه الحرب صح. أنا ما قاعدة أقول أنه سهل أن واحد ينتقد الحرب في الخليج لأنه على طول أنت في السجن لكن في أيضا يعني مثلا أنا التقيت مع أشخاص من الجيش الإماراتي لما كنت في عدن طيب يعني الكلام اللي الطريقه اللي يتكلموا فيها عن اليمنيين من جد نظره دونيه ما راح اعطي تفاصيل بس انه فهمت ليش في هذه المشكله انه يعني للاسف انظمتنا تفكر انه ايضا اذا رمت فلوس على المشكله انه المفروض تنحل انه كانهم عبيد عندهم انه خلاص يعني انا اعطيتك فلوس روح وهذه جزء من مشكله في مجتمعاتنا مع حكوماتنا طيب والنظرة الدونية للحاكم للشعب وده ما يكون في شعب وده بس ولا حالة طيب ومشكلة الحرب اليمن إنه النظرة الدونية للشعب اليمني للأسف وأنا أشاركك في الانطباع يعني أول مرة رحت لليمن جد متقدم بمراحل عن السعودية أنا أقول خاصة عن السعودية أعرف صاحباتي كيفهم يلبس حجاب ولا ما يلبس حجاب يلبس عباء ولا ما يلبس عباء في السعودية ما كان هذا الوضع في هذه الفترة كانوا يسوقوا سياراتهم عادي كان رضية دخلت وساقت سيارتها وأنا قاعد أقول والله لو السعوديين يشوفوا أنه هذا هو الوضع طيب يعني واحد من أصحابي يقول أول إشارة مرور شافها في حياته كسعودي كانت في عدن يعني أنه ما أدري ليش هذا هذه النظرة لليمنيين وهم تاريخهم عريق يعني إنه لا يقارن باللي قاعد يمر فيه السعودية إحنا السعودية تاريخنا السياسي ما ولا شيء مقارنة ولا حتى حديث ما عندنا أحزاب سياسية حتى إنك تسوي جمعية للعمال ممنوع جمعية يعني فيعني لا يقارن أبدا في تاريخهم فللأسف يعني إن ما ادري وش الحل يعني انه كيف الناس يغيروا هذه النظره يعني مثلا كنا نتكلم مع واحد من الاشخاص الثانيين انه مثلا حرب الخليج الاولى مع احتلال العراق للكويت انطرد 1,000,000 يمني فجاه شاف نفسه في اليمن في اليمن وهو يعني ما عمره حتى شاف اليمن هو متربي طول حياته في السعوديه وش هالبشاعه يعني وش هالقرار انه تدمر حياه 1,000,000 شخص ما له علاقه بعلي صالح وقراراته يعني فللأسف إن هذا مش شيء جديد علينا هذا مش يعني. جديد وبيتكرر مثلاً وقت اجتياح الكويت أيه. الكويت طردت فلسطينيين بالأسف نحن بمنطقة أيه. بتتكرر فيها كانوا ياسر عرفات كلمهم فعلهم ها شو رأيكم في الموضوع يعني إنه مش بعد عنا حوالي 5 دقائق أي في حدا من المشاركين أو عنا شيء أونلاين أوكي والله طيب. أنا واضحين صفاء قديش
يعني انت بعرف هلا عم تتنقلي من بلد للتاني، بدي ارجع لتجربتك كصحفيه، قديش عندك يعني كتار بيقولوا انه الوضع مش يعني محبط، وانه لا في تطبيع مع الانظمه وفي تعويم للانظمه الموجوده، وشغلكم يمكن ما بيوصل لنتيجه. من وين بتجيب القدره على الاستمرار؟ نحن ببلد مثلا بلبنان عايشين بازمات ومشاكل تكاد لا تنتهي، بس بحس الواحد هاي طريقته لا يرد، انه يضل يشتغل ويضل يجرب ويضل يحاول. انت منين بتجيبي عناد يعني ايش ساعد حكومتي ليش اسكت؟ بس هو اعتقد كلنا في نفس يعني ايش تسوي تموتي؟ لا اكيد لا بدك تجربي. يعني هو في انه الافق دائما يعني الافق بالمنطقه مش كثير عم بيعطي خيارات مريحه، بس في رغبه بالاستمرار بالعمل لو ما جداً شفنا جدا جدا شيء قريب. يعني انا لألاقي الصعب انه كيف الاقي الناس المناسبين اشتغل معاهم على اساس انه ما اشتغل تحت يعني نظره الرجل الابيض للمنطقه اللي هي خلاص خنقتني. يعني خلاص ما ابغى افسر وش الشيعة والسنه كل مره اسوي فيلم عن المنطقه، يعني عيب. يعني هذه الابجديات انه خلاص انتهت، ابغى اتكلم عن تفاصيل البلد للبلد للعالم العربي عشان يفهموا بعض، مش لازم كل مرة قاعدة أفسر كل حاجة لأنه المشاهد الأجنبي ما راح يفهم. وهنا يعني أنا مبسوطة جدا بتجربة درج صراحة، لأنه يعطي هذه المساحة إنه يكون فيه صحافة استقصائية ذو مستوى عالي، إنتاج على أساس إحنا نقدر نتكلم مع بعض. مش كل مرة لا أبغى أسوي فيلم عن اليمن لازم ألاقي لي محطة من الخارج، لأنه مين إيش راح يشتغل مع الجزيرة والعربية يتكلموا عن حرب اليمن اللي هم جزء لا يتجزأ من هذه العرب عليهم. ما في مساحة، احنا في العالم العربي ما في مساحة حرة لهذا النوع من العمل. وهنا هنا هنا لازم يجي عناد شوي. انه كيف تصر على انه الصحافة تكون بمستوى عالي بس تكون لنا كلنا، يعني مش لازم واحد اجنبي يجي يقول لي تعالي تفضلي سوي هذا الفيلم، لا لازم تتكلمي عن داعش والقاعده. خلاص يعني نحن جزء يعني شركاء بهذا العناد، ورح نضل نجرب. وبتبعت لك رضيه بتقول لك اشكال حب وسلامات، هلا بتقريها للرساله. صفاء الاحمد، انا بدي اشكرك جدا، وبتمنى مثل ما قلتي انه هذا يكون باكوره شغل، لانه نحن بحاجه نشتغل عن منطقتنا اكثر بمساحات ما يكون في علينا حدود لا سياسيه ولا رقابيه ولا ماليه، لنقدر عن جد نعكس واقعنا بدون ما ننتظر صحافه، مع احترامي لاي صحفي بيحاول انه يغطي المنطقه، ولكن بحاجه نحن نغطيها لنفسنا بالدرجه الاولى. شكرا صفاء، شكرا للي تابعونا عبر زوم، وشكرا للحضور اللي حضروا معنا اليوم، يعطيكم الف عافيه. شكرا.